قال لي وليتي كتشوف المراه خارجه غادة وبنتها لابسه مزيار وديره شي مفاتين اللي هي كتدعي انها اسلام، قال لي كتبان بحال الوسيطه ديالها. قال لي ما بقاوش الرجاله لحقاش ولاو الرجاله ناعسين والعيالات خدامين. كل مره قاتل شي حد، كل مره غادا تعزي السيده عز على صله الرحيم بزاف. راه في الاول قلنا راه غير هو اللي تقرص، دابا شنو غيوقع؟ دابا حنا غنفصلو واللي غيلبسها وغيجي قدو بصحه وراحه. يعني راه شي عام ونويه في هذا الحوار، بالنسبه لكم نتوما عاملين، حنا بالنسبه لكم نتوما البشر يعني ساعات المكانه. مشاهدين قناة أشواق تيفي مرحبا بكم. اليوم تنقلنا عند الأخ تحسمس اللي وقع عليه مشكل كبير وجينا باش نعرفوا منه الجديد وأشنو كان. أخ تحسمس مرحبا بك، قول لنا شنو المشكل. أولا السلام عليكم، تحية لجميع المغاربة. تحسمسك عالية بزاف وطالع عليه الدم. أولا بعد التحدي ديال بروسلي ديال آسفي غادي نديروا معاه كومبا واقعية في الواقع، غادي نتريني معاه وعينيا مغمضين وبرجل وحده وبايد وحده، هذاك جاب الكار. يعني تشاسموس مابقاش بغى يخرج معايا للزنقه، قلت ليه علاش؟ كنتحاور معاه علاش؟ تيقول لي بان ما بقاوش الرجال. قلت ليه كيفاش ما بقاوش الرجال؟ اش الهضره كتقول؟ قلت ليه راه باقيين الرجال الحمد لله، طل شوف سير عيش. قال لك لا خويا. قلت ليه ود ما تسمعش كل شيء، يعني انت واش معاك؟ قلت ليه الفو با جينيغاليزي. قال لي لا انا شنهضر على ذاك النوع ديال ان الدريه كتخرج من دارهم مزيره معكره شعرها عريان بزاف المفاشين باينين، فين هو هذا الرجل ديال البيت؟ فين هو هذا الراجل؟ فين هو هذا السيد اللي كيحكم الدار؟ يعني قال لي ما بقاش عاجبني هذا الشيء، وهو مسلم، يعني هو مسلم وعز عليه الاحترام، شي احترام راسه. قال لي يعني ما بقاوش الرجاله. قال لي وليتي كتشوف المراه خارجه غادة وبنتها لابسة مزيار وديرها شي مفاتين اللي هي كتدعي انها اسلام، قال لي كتبان بحال الوسيطة ديالها. قال لي ما بقاوش الرجالة لحقاش ولاو الرجالة ناعسين والعيالات خدامين. قلت لي اش هاد الهضرة؟ ما بنيش بشي هاد الهضرة. قال لي راني ملي كنت شي ناعس راني خرجت في الليل وشفت شي حوايج. قال لي كاين اللي كتخلي دارهم شي ينعسوا وتخرج عند الصديق ديالها في المناكر وفيما يغضب الله تيديروا القوالب. عاود لي حتى شي قوالب انا بعدا تصدمت، ما كنتش كنعرفهم لو انه ما عاودهمش ليا، يعني انا ما كنتش غادي نعرفهم. مثلا الدرية كدير القوالب كتقول لوالديها انا غادي نحفظ عند صاحب شي، وهي ما غاداش تحفظ عند صاحبتها. كتقول لها صاحب شي عندها عيد ميلاد وهي ما كاين لا عيد ميلاد لا والو. كل مرة قالت لا شي حد، كل مره غادا تعزي السيده عز على صله الرحيم بزاف. قال لي اسمح لي اختي حسموس، دابا كاينين الناس اللي غادي يتقلقوا منك، يقول لك دابا انت كتجينيراليزي جمعتي كل شيء، راه كاينين بعض الحالات اللي بصح. لا حنا راه قلنا في الاول راه قلت لي ما تجمعش، هذا راه حوار، هادشي كيقولوا تشاسموس. راه في الاول قلنا راه غير هو اللي تقرص، دابا شنو غيوقع؟ دابا حنا غنفصلوا واللي غيلبسها وغيجي قدو بصحه وراحه. حنا ماشي ندوش على كل شيء، كاين الحجر وطوب، جنان لوز في الحلو في الحار، اوكي. المهم مع الطيحه مع بصيحه، اللي شفا فيه طيح في السلافه. تفكرت واحد المقوله انني كنت غادي في بساط الريح ودرنا في واحد المجمع في واحد القرايه ولقينا دريات كيقراو في السادس كيديروا المخدرات. يعني ميساج للوالدين، ماشي تقولوا تبقاو تنساو وليداتكم واش قابلوا ولاد الناس، شبعوا وليداتكم، شوفوهم فين كيمشيو، مع من كيمشيو، فين كيجيو، شكون هما الاصدقاء ديالهم، شكون هما لي زامي ديالهم، فين كيريحوا، فين كيجلسوا. دابا بزاف الناس كيشوفوا بان كيلقاو دريه بنت دارهم وعائله كيمشيو كيلقاوها كتشيش كتشرب كدير بزاف الحوايج وكتجي لدارهم بحال لا ما كاين والو. وكاين اللي مثلا الدريه اللي كدير كل شيء بنهار السد العشيه كتدخل للدار بحال لا ما واقع والو، زعما ديك اللعبه راه ما غيعيقوش بها. هذاك راه كيتسمى التباش، كيقول لك بنتي مشبشه. وكاين اللي ذكيه ما كتلعبش حدا دارهم، مثلا تسكنيه في البرنوصي كتمشي مثلا المحمديه تدير ما طاب وما شاهت لها نفسها. دابا ولينا يعني تحسموس، دابا حاليا
بكاي بزاف، قال لي ما بقيناش في دوله اسلاميه، فين هو الاسلام اللي كيقولوا بان البشر والانسان يعيش الاسلام؟ قال لي ولاو المناكير، ولا الاخ كياكل خوف ورد، ولا اكل المال اليتيم. وقال لي انتوما البشر، انتوما المغاربه 90% حكار على بعضياتكم، الدرويش كياكل في الدرويش، بركه من الحقره. شالين واش هذا هو الاسلام؟ هذا هو القران؟ قال لي ما ديتو من الاسلام غير السميه، ما ديتو من القران غير السميه. قال لي لا علاقه لكم لا بالاسلام لا بالقران. قلت لي وان الله غفور رحيم. قال لي شوف كل شيء عارف، انا كيف حوار معاه عرفتي تقريبا، يعني راه شي عام وانا وياه في هذا الحوار، بالنسبه لكم انتم عاملين، احنا بالنسبه لكم انتم البشر يعني ساعه المقاله. دخلت معاه في واحد الجدال، يعني حضر شمهاروش شخصيا وعايشه مولات المرجع وعايشه قنديشه كل شيء حضر، لانني انا كنتحكم فيهم واحد القوه رهيبه. يعني قال لي هذا الشيء ولا خطير بزاف. قال لي مثلا ربما كل شيء شاف واحد الفيديو ديال واحد السيده، يعني بنت جابت واحد يخطبها وابخي داش لها ماماها، عرفتي ملي كيشوف هادشي تيقول لي صافي هادو هما المسلمين اللي تتقول لي. قال لي هادو راه المنافقين، هادو راه المشركين بالله. قال لي كيهضروا على الحرام وهما غارقين في الحرام. قال لي غارقين في الريبة، غارقين في المناكير، غارقين في الفساد. قال لي العلاقات المحرمة اللي هي تصاحب ولات عندهم شيء عادي، يعني ما بقاش انسان تيقول هاد العلاقة راها حرام، لا تيقول لك عادي نورمال. ولات الام كتعلم على بنتها مصاحبة وكتوريها وكتوريها كيفاش تمشي وكيفاش تجي واش كامل. قالوا لك تحسمس واش واش هادشي هو السبب اللي خلاك انت تنعزل ما تبقاش تخرج دابا للزنقه وتعيش حياتك عاديه؟ لا دابا انا الحمد لله ما غاديش نخرج حتى نلقى حل مع تحسمس، حيت ما بقاش بايخرج ليا ومرض ليا وعش معاه مشاكل. يعني ومن بين الامور اللي تيعاود ليا بان ولا كاينين شي عيالات تيخونوا الازواج ديالهم، تيديروا خطط، تيكون الراجل خدام ديع تيقلب على طريف الخبز. قال لي كذلك تيمشي تمشي تدير صديق اخر في الحرام، وهادي علاقه خايبه وطريق اخرى غادي يمشيو فيها. قال لي كذلك، قال لي هادو مسلمين هادو راه. قال لي علاش نبقى في الحال؟ قال لي نحش في الاسلام وتيقول لك انا مسلمين وتيقول معاك بسم الله. قال لي والراجل حتى هو كذلك كيدير بزاف ديال الصحابات. وقال لي وكاين اللي ولات كتحكم فيه مرشو بحال الجزرو، ما يتحكمش ما يحكش راسو الا ما دواش مع مرشو. يعني امور هادو هما المشاكل. بحال دابا انا عندي 4 العيالات ما عنديش المشاكل، عايش معاهم بخير ترونكيل، يعني كل ولد الدار ديالها ما كاينش غرام المشكل. يعني ولا مريض ليا نفسي ولا تيعاني ولا تيحس. دابا الجني تحسمس باش يفهموا الناس باللي حتى هو مرض نفسيا. مرض نفسيا لانه هو مسلم ملتزم، يعني الا قلنا الاسلام الالتزام هو ما كيديرش شي حاجه حرام نهائيا، ما كيديرش شي حاجه كتغضب الله نهائيا. هو واحد الانسان واحد الجني احسن من الانسان هو ومنضبط. قال لي شوف دابا نتوما المسلمين، قال لي شوف دابا نتوما هاد المغاربه. قال لي دير عرس وكل خوك يعطيه دير لي ما عرف شنو غدير، سالي لي بالحوماش الديسير، سالي بالكلاص في الاخر. في الاخر يقول لك ما عرس ما والو ضروري يدهوفك. قال لي كيقول واحد المثال، قال لي واحد المثال كتقولوا نتوما البشر دخلتوا على القطره زعم لي على المراه. يعني هادو امور كتجكال مشاكل. قال لي نتوما عندكم النفاق، عندكم كتنمنموا في بعضياتكم وكتدعوا الاسلام. قال لي نسيتوا الحديث ديال الرسول عليه الصلاه والسلام لن يدخل الجنه نمام، لان لن اداه جزم. قال لي وليت وكتكذبوا على بعضياتكم، كتاكلوا بعضياتكم، كتمشوا تسلفوا مع عباد الله الحوال. قال لي شوف دابا نتوما مثلا عندكم واحد المشكل خطير، شناهو؟ قال لي مثلا ملي كيجي مغربي كيبغي يتسلف من مغربي. قال لي ملي كيبغي يتسلف كيدليو ديناتو بحال الجزرو، وملي تقول لي راه ليا فلوسي قال لك تيتسيف عليك مالك عاطيني كلوه، واش يبدا يخرج في عينيه. يعني قال لي هادشي ولا خطير، ولاو الدراري الصغار كيشفروا صحاب 96. كاين اللي قال لي شو دابا الاسلام، شو الاسلام دابا عندهم كيدير، كيفضلوا ولادهم على الله على الاسلام. قال لي شو نتوما الفقراء كتحقروا بعضياتكم. قال لي شوف دابا مثلا، قال لي انا نعطيك واحد المثال. قال لي نتوما الحق، نتوما حقاره 100%. قلت لي علاش ما تجمعش كل شيء؟ قال لي انا ما كنجمعش كل شيء، ما كنجمعش كل شيء. حشو كيقول يا سيدي ما كنجمعش كل شيء يا سيدي، ولكن راه نتوما دابا. قال لي شوف دابا واحد شمكار في الدرب كلشي كيحتارمو، واحد شمكار في الدرب كيحتارمو، ربما كيخافوا منه، كيخافوا منه ويدعيوا انه وكيدعيوا انهم كيحتارمو. بحال مثلا ملي كتشوف واحد شفر شمكار، شي واحد ما كيدوي معاه، شي واحد ما كينقز معاه، شي واحد ما كينقز معاه السطر. دابا مثلا واحد غادي بطونوبيل وديز واحد مول تريبورتور مخسر وشمكار وغادي يمشي يخسر في الهضره، واش مول الطونوبيل غيزعم عليه؟
ما غيزعمش عليه ولكن خاف منه غيبغي يتفادى. برافو عليك. ونفس الشخص الا حطينا ليه شخص اخر اللي هو مع دابا قول لينا دابا اللي فهمنا هو الجني تحسمص مقلق وطالع عليه الدم وما عاجبوش الحال وبزاف د الحوايج، شنو الاقتراح اللي قال لك؟ شنو الدواء؟ شنو يعني الحل هاد المشاكل كامله ولا غتخليهم؟ دابا كاين جوج حوايج، يا اما يمشي ويخليني، يا اما خاص المغاربه يرجعوا للدين ديالهم، والمغاربه بركه من النفاق، يعني بركه من ماشي كلشي، احنا ما كنقولوش كلشي، بركه من النفاق، وبركه ما تشاكلوا فلوس بعضياتكم، وبركه ما تحقروا بعضياتكم. وكيقول لي نتوما حكار، هذه هي الكلمه اللي تيبقى يعاودها، نتوما الدرويش حقر الدرويش، نتوما قال لي نتوما وص ما يعيش وص منكم على لي ميكروب، قال لي والله ما هز جنويه وما كان عنده فردي وحمار بلدي الا عطيتو تشيقار، والله ما شبع فيكم سبان وسكر عليكم وعايركم وسب لكم والديكم والهضره خايبه ما كتعطيهو تشيقار، كتحقروا على مولا وليدات. شنو غادي تبغي تقول للمغاربه باش تقول لهم رساله توصل لهم رساله الجنية تحسمس اشنو خصهم يديروا؟ الرساله اخيره للمغاربه، رجعوا الدين وبركة من المحرمات، راكم كتشرتشو هالشراب هالتصاحب، تصاحب راه حرام راه فساد، واي وحدة كتصاحب راها داخلة في علاقة حرام، راها داخلة في علاقة حرام. ولكن هنا كتجبد غير البنات ولا النساء جوج دراري ودريات، ولكن غير هي الدرية كتكون المجتمع ديالنا ما كيرحمش مجتمع ذكوري، اما عند الله راه قال الله سبحانه وتعالى والحافظين والحافظات فروجهن، ما قالش هما راهم فحال فحال، غير هي المجتمع ذكوري بزاف، ورجعوا للدين وبركه من النفاق، وبركه ما تحقروا بعضياتكم الدراوش، الدراوش كتاكلوا في بعضياتكم، نشوف ما حكار، سالينا الهضره. شكرا، كما شفتوا خيوتي المغاربه هذا هو الميساج ديال الجني تحسمص اللي كيطلب منا احنا كاملين اننا نتغيروا ونديوها في الدين ديالنا. شكرا على التتبع ديالكم، كانت معكم مريم فسحي، خلف الكاميرا حمزه بوقنادل، لنا الصوره ولكم التعليق، والى اللقاء. اشترك الان في قناه اشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.